عبر العالم بالملايين سادة الحضور الكرام، ضيوف المهرجان، عشاق التراث المغربي الأصيل ماطا، سعداء جدا باستقبالكم. عاش الملك، عاش هاد لا دوزيام اديسيون، وحنا فرحانين لان حنا باقي كاين واحد ثوره ديال الجبليه، ديال المنطقه الجبليه ديال بن عروس. كنزيدوا الحمد لله، كنفتخروا بها، والله يسر سيدنا. وحقيقه تبارك الله على جباله اللي عندهم هذا حر في القلوب ديالهم وقلوب ديالنا، لان الوالدين الله يحفظهم هما اللي عطاونا هذا الحب المنطقه الجبليه وخصوصا المطا. اذا كنشكركم على وجودكم، وان شاء الله كل عام انتم تكونوا معنا. سعداء جدا بان نفتتح اليوم وتحت الرعايه المولويه الساميه لصاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والتي نرفع لأجلها ألوية الشكر وعظيم الامتنان، الدورة الثانية عشرة من المهرجان الدولي ماطا للفروسية تحت شعار ماطا تراث لا مادي أصيل وفضاء لتبادل الثقافات الإنسانية. وسعداء أكثر بهذا الحضور الكبير الذي يتقاطر على فضاءات المهرجان لإحياء فعالياته المتنوعة، كما نسعد بالمنجز الوطني الذي تحقق للمهرجان، وهو تتويجه بالإدراج ضمن قائمة الإيسيسكو باسم المملكة المغربية الشريفة، وذلك لما يمثله من حمولة ثقافية ذو امتداد تاريخي عريق حافظت عليه الأجيال وتم تطويره بالصبغة الحديثة، وهو ما أهله مؤخرا للتتويج بإسبانيا بجائزة إيمانويل كاستيلا، وهي جائزة مهمة تمنح تشريفا للمجهودات الاجتماعية والثقافية التي حققتها المؤسسة في التقارب والتعايش الثقافي بين المملكة المغربية وإسبانيا. وقد تسلمت الجائزة السيدة نبيلة بركة رئيسة الجمعية العالمية العروسية للعمل الاجتماعي والثقافي. وتم خلال هذه المناسبة الترحم على روح نقيب الشرفاء العالميين سيدي عبد الهادي بركة رحمه الله. أيها الحضور الكرام، ضيوف مهرجان ماطا الدولي، أدعوكم إلى سفر ممتع لمدة ثلاثة أيام يتم فيها التنقل بين أروقة المهرجان المختلفة، بدءا من معرض المنتوجات المجالية والصناعة التقليدية لمختلف أقاليم المغرب شمالا وجنوبا، وانتقالا إلى رواق المائدة المستديرة خيمة ماطا لحوار الثقافات والحضارات، والتي يشارك فيها ممثلون عن مختلف قارات العالم. كما كتشاهدوا معنا اليوم كنعيشوا واحد الاجواء ديال الابتهاج، اجواء ديال الفرح بالتراث المغربي الاصيل ديال اللي كتشكلوا المهرجان الدولي ماطا الفروسيه اللي كيتقام تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله والمهابه الملك محمد السادس نصره الله وايده. الدوره الثانيه عشر المهرجان الدولي ماطا الفروسيه كيكون كانت السنه هذه عباره على احتفاء ديال ادراج موروث ماطا الاصيل ضمن قائمه الايسيسكو، وهذا كيعني على ان ماطا استطعت انها تحافظ على هذا الموروث الأصيل وتجددوا وتطوروا ويصبح عنده أبعاد دولية، بحكم أن ماطا اليوم صبحت كتستدعي واحد مجموعة الهيئات الثقافية دينية اللي كتجي مختلف الدول باش كتشارك معنا في هذه الاحتفائية الكبرى اللي عندها واحد ارتباط روحي كبير بمقام القطب مولانا عبد السلام مشيش. اليوم كان الانطلاق الأول ديال الإقصائيات ديال الخيالة اللي غتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى تعلن على الفائز في يوم الاختتام. تبارك الله عليكم. أنا من دول الخريبة الحراقين الزهرة الصدقي. أنا الهواية ديالي ملي كنت باقي صغيرة مع الوالد، وأنا كنمارس هذه المهنة ديال الخيط.
كنت نقول يا ريت يكون شي واحدة في حالي ونعملوا شي الاشتراك أنا وياها ونمارس معاها ونتونسوا وما ساعدمش الحال وبقيت غير أنايا في هذه المهنة هذه اللي كنت باقا صغيرة كنت نمرض كنت نمشي نزايلة باقا صغيرة بزاف وكنت نشارك كان يجيني الخوف العودة اختار مني وأنا صغيرة والوالد كان يخاف عليا العائلة كلها كانت تخاف عليا ودابا أنا باقا بهذه المهنة هذه كنمارس هذا الشيء بالخيول نطلب على الله تعالى وتبارك وربي العزيز واحد شي حاجة كبيرة ما نصفلكش راسي هذه الرياضة هذه ما نصفلكش راسي شنو هذا الشيء هذا بزاف كيعني لي بزاف كنمرض مني ما نركبش كنشوف بنادم كيحرك وانا ما كنركبش كتجيني في شكال وخاصنا نفوزوا ندوا ماطا وندوا هذه بنادم كيخصو يفوز هذه ثلاثه دورات وانا كنحضر كنشوف يعني انت المراه الوحيده اللي كتكون انا ما كايناش شي وحده من غيري انا في الشمال قلم الشمال ما كايناش شي وحده من غيري انا من الخلق ديالي كنعرف راسي كنلعب ملي بقيت نركب على العوده الوالد كان بلي عنده العودات وعنده البقار وكنت نهبط للخبز كنت نخاف من الدراري دابا يتحرشوا بيا وداكشي وكنت نركب على كيدر باش كنت ننقذ راسي قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.